في إطار السياسة التي تبنتها جامعة الأنباء في إشاعة مفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي أقيم في رحاب جامعة الأنباء في الفترة 30/10/11/2018، تقيم جامعة الأنباء في هذا اليوم 23 آذار 2022 النسخة الثانية من المؤتمر الدولي العلمي للاعتدال، وتحت تسمية الاعتدال ودوره في بناء السلام والدولة المعاصرة. تشرفت جامعة الأنباء بحضور بهي من كثير من العلماء من خارج العراقي، مثل من دول تونس ومصر والأردن والجزائر والمغرب ودول أخرى كثيرة، بالإضافة إلى العلماء والباحثين من داخل العراق. وما ميز هذا المؤتمر هو اللحمة الوطنية والنسيج الجميل الذي يضم مختلف الأطياف والمذاهب من شمال العراق إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه. تخلل هذا المؤتمر عقد جلسات حوارية هامة تصدت له قامات علمية تركزت في إشاعة مفهوم الوسطية والاعتدال وكيفية الخروج بتوصيات هامة تصب في صالح المؤتمر وتصب في صالح رسم سياسة التسامح وثقافة الوسطية والاعتدال وإشاعتها وكيفية بناء الدولة المعاصرة وبناء الإنسان بالطريقة السليمة التي يتفق عليها الجميع. حقيقة يستمر أعمال مؤتمر لهذا اليوم 23 بجلساته الحوارية الثلاثة المميزة وبضيوف المميزين، ويوم غد بالجلسات البحثية لما لا يقل عن 80 بحث علمي في مختلف محاور المؤتمر، تجسدت جميعها في التركيز على المفاهيم والرسالة المهمة التي تطلقها جامعة الأنباء في محافظة الأنباء، بأن الأنباء هي مبعث لرسالة السلام وحمامة السلام، وهي اليوم تشهد عراقا واحدا مصغرا في ربوع الجامعة وبتواجد النخب المميزة من العلماء والأكاديميين والباحثين ورجال الدين والعلم والسياسة. أهلا وسهلا بالجميع، شكر جزيل لمعالي وزير التعليم العلمي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب لتبنيه ورعايته للمؤتمر، شكر جزيل للحكومة المحلية في محافظة الأنباء وعلى رأسها أخي العزيز السيد المحافظ الأنباء الدكتور علي فرحان الدليمي لدعمه اللامحدود لجامعة الأنباء ولكافة الدوائر والمؤسسات الخدمية، كما تقدم بشكري للجان التحضيرية والعلمية لجهودهم المباركة بأجل إنجاح المؤتمر وإظهاره بأفضل الحلة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد عودتنا جامعة الأنباء دائما المؤتمرات العلمية والمؤتمرات الاجتماعية والمؤتمرات الدينية، وأكيد عنوان هذا المؤتمر اليوم هو المؤتمر الثاني حقيقة الاعتدال والوسطية، وخاصة هذه الظروف اللي تمر بالعراق بشكل عام والمجتمع العربي والمجتمعات الأخرى. هذا الحقيقة اليوم حضر عدد كبير من الشخصيات العلماء والباحثين العربية والإسلامية والدول الإسلامية، وكذلك أيضا من القامات الإسلامية الموجودين في العراق بشكل عام، أقصد في داخل العراق. هذا المؤتمر حقيقة دائما الحكومة المحلية تساند هكذا مؤتمرات على اعتبارها أنه تحافظ على المجتمع أو السلم المجتمعي في المحافظة، مثل ما حقيقة كانت جامعة الأنباء سباقة في كل مؤتمراتنا وكل ما سواء كان منذ البلدة الأولى عملية الاستقرار لحد هذا اليوم. شكري وتقديري للسيد رئيس الجامعة، شكري وتقديري لكل حقيقة الشخصيات التي حضرت إلى هذه المحافظة العزيزة. سندعم الجامعة وكل المؤسسة الدينية أن تدعم مثل هذه كذا مواضيع على اعتبارها أن تساهم في دائما في بناء المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي بشكل عام. هذه جامعة والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي يجب أن تعني بهذه المواضيع. نحن لا نؤكد على تصحيح مسار ذهنية الأكاديمي أو العالم أو المفكر باعتبار هذه نتيجة حتمية لتحصيل العلمي،
أنا أريد هنا ومن هذا المؤتمر إن شاء الله أن يتصل بالأهداف، يتصل بالناس ذوي العقول البسيطة، وعلى هذا الأساس ستكون لديهم أديان أيضا بسيطة، فلذلك لكي لا يجيروا لصالح جهة معينة ويستمروا في أدائهم العقائدي باتجاه الإسلام الحقيقي، يجب أن نوصل الفكرة إلى أولئك الشباب في مرحلة الإعدادية أو المراحل الجامعية الأولى، لأن هذا الحقيقة الآن إحنا عانينا ورأينا ما رأينا من أحداث في هذه الحقبة 20 سنة الأخيرة أو عقدين لنقول، ولكن ليس بالضرورة أن يمتد هذا إلى أبنائنا وإلى أحفادنا والأجيال القادمة، ونفسه هذا الموضوع يجب أن يمرر في أذهان الطلبة الشباب حتى هم اللي يقودون المجتمع فيما بعد بهذه الأفكار النيرة، بالابتعاد عن الأفكار الهدامة، ابتعاد عن الأشكال الطائفية وممارساتها. أتمنى المؤتمر النجاح وأشكركم. اليوم المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني الذي تقيمه جامعة الأنبار حول الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، مما لا شك فيه بعد احتلال العراق في 2003 جرت هنالك أمور سيئة في هذا البلد، ومنها الطائفية والعرقية، أي أنه ظهرت لنا ظواهر سلبية في هذا البلد بعد الاحتلال. هذه الظواهر كما ذكرت الطائفية والمناطقية وما إلى ذلك، هذه الحقيقة كادت أن تمزق وحدة العراق، لذلك فقد انتبهت جامعاتنا في محافظة الأنبار، جامعة الأنبار الجامع الأم ثم جامعة الفلوجة، إلى القيام بعدد من الندوات والمؤتمرات لنبذ هذه الأفكار والظواهر الخطيرة التي وظفتها أجهزة خارجية لتمزيق وحدة هذا البلد.